السلام عليكم شباب، اخباركم؟ مساكم طيبين، معكم اخوكم سلمان او ري فلير، واليوم جايب لكم حلقه جديده من هذه سلسله نظره الاوليه. اللعبه هي زي ما تشوفون مارفل فيرسز كابكوم اوريجينز. اللعبه هذه انا ما كنت متحمس لها بكل صراحه، طبعا هذا الديمو ما هي اللعبه الكامله. جربتها على البلاي ستيشن طبعا، لان في كثير يقولون اي نباك تجرب العاب على البلاي ستيشن مو بس الاكس بوكس. صار لي فترة طويلة ما دخلت على البلاي ستيشن، فيوم دخلت قلت خلنا نجرب هذا الديمو، مع انه موجود على الاكس بوكس بس ما ادري ليش ما جربته. المهم طبعا انا بكل صراحة اول كذا ما دخلت على اللعبة شفت وش السالفة، لان ما قد جربت لا الاجزاء اللي قبله ولا افهم فيها ابد، بس اعرف انه يعني فايتنج يعني ضاربة شيء يعني زي اللي نشوفه اول من زمان. المهم فيعني في اول ما شفته قلت اللعبة شكلها ما راح تعجبني، قلت يعني ما مو يعني مو بنظامي، انا ما احب كذا، لان تعقدت اول لما كنت صغير كنت العب مورتال كومبات مع اخوي. طبعا مورتال كومبات يعني مو بنفس هذه اللعبه، بس انها يعني مشابهه كلها فايتنج، فيعني هذا التشابه البسيط يعني. فيعني كنت انقهر مره اذا خسرت، فخلتني اكره النظام هذا، نظام الفايتنج هذا اللي اثنين بس تحاربون وكذا وبس كذا تبقيس وترفيس بس. وش ترفيس؟ اخترعت كلمه جديده. المهم فيعني تفاجأت فيها شويه، مع انها ما ادري ايش تبي الصراحه اللعبه بكل صراحه. انا يعني ما عجبتني مره، بس يعني تمتعت، لعبت اكثر من مره زي ما تشوفون. ترى تصفقت بعدين في الجيم الثاني اللي بعده قدرت اني افوز، لان تعودت شويه على اللعبه وعرفت كيف ادافع عن نفسي، مو بس اني قاعد اتبقع طول الوقت. المهم طبعا خلنا نعطيكم كم معلومه بسيطه عن هذه اللعبه. مطورين هذه اللعبة أكيد هم في التايتل حق الفيديو هذا اللي هم كابكوم وآيرن جالكسي ستوديوز وبرضو الناشرين هم كابكوم. البلاتفورمز البلاي ستيشن والإكس بوكس بس. اللعبة أدري أنا يعني متأخر شوية إني توني منزل هذا الفيديو، بس اللعبة نازلة من سبتمبر وأكتوبر، يعني في مثلا في أوروبا نزلت أكتوبر وفي في أمريكا نازلة في سبتمبر. المهم هذه المعلومه البسيطه. سنجل بلاير مالتي بلاير، طبعا انا جربت الديمو فما ادري اللعبه الكامله هل هي تفرق، يعني اكيد تفرق يعني، بس ما ادري هل تفرق من ناحيه مثلا يعني اللعب، يعني في يفرق شويه ما ادري هذا الشيء، ما ادري غير انه فيه زيادات. مثلا اللعبه الكامله فيها تقريبا اتوقع يعني شيء طبيعي انه يكون في شخصيات اكثر وكذا ويمديك تجرب حاجات مختلفه، بس ما ادري اذا مثلا يختلف اللعب بشكل يعني بسيط، ما ادري عن هذا الشيء. اذا انت مثلا مجرب اللعبه الكامله اتمنى تفيدني بالكومنتس. اذا انت مثلا تحب النوع هذا، اذا تحب النوع عندك الفايتنج هذا اللي 1v1 صدقني يعني راح تعجبك اللعبه، يعني تنويع او تغيير جو يمكن تعجبك اللعبه هذه. لكن اذا انت راعي يعني راعي مثلا اف بي اس، يعني راعي مثلا اسلحه وكذا، ما اتوقع انه راح تعجبك صدقيني. المهم هذا الفيديو وهذا رايي عن هذه عن الديمو حق هذه اللعبه. وبس كان معكم هو سلمان، اتمنى افدتكم في هذا الفيديو. اذا عندكم اي اسئله اتمنى تكتبونها في الكومنتس. اشوفكم في حلقه جديده من نظره اوليه. كان معكم هو سلمان مره ثانيه، مع السلامه. Let's go!